أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار تعليمية رائعة. فكرة السلسلة بنستضيف أحد الأبطال العالميين اللي بيحلل أحد أدواره الرائعة، وكل دور بنتعلم حاجة جديدة وفي نفس الوقت بنستمتع بلمسات جميلة في عالم الشطرنج. يلا نشوف الفيديو. فيديو رقم 9 هنستضيف فيه بطل العالم اللامع بوبي فيشر بعنوان القوة الكامنة. بوبي فيشر او روبرت جيمس فيشر من مواليد 1943، وهو امريكي الجنسية، وكتير جدا بيعتبروه انه اعظم لاعب في تاريخ الشطرنج، ولكن الجميع بيعتبره انه اكثر لاعب مثير للجدل على مدى التاريخ. في نهاية الستينات وبداية السبعينات اكتسح جميع منافسيه واصبح اعلى لاعب في التقييم. أدواره بتتميز بالشراسة الهجومية واللمسات البديعة المفاجئة والغير معقولة، واللي بتنم عن موهبة رائعة. حصل على بطولة العالم عام 1972 في بطولة تحدث عنها الإعلام بكثافة في جميع أرجاء العالم، ولكن تم سحب اللقب منه بعد 3 سنوات لما رفض أن يلعب مع المتحدي أناتولي كاربوف واعتزل الشطرنج سريعا وهو في أوج عظمته. في الدور ده فيشر بيورينا بأسلوب الرائع القوة الخارقة المستترة الموجودة في البيضة السالي. في ملاحظتين: ازاي بيتخلص فيشر من العرقلات اللي بيحطها خصمه امام بيادقه وبيمهد الطريق لها للاندفاع للامام، وبرضو لازم نلاحظ التهديد المستمر اللي بيعمله فيشر ضد بيادق الخصم غير محمية، واللي بيشتت جهود خصمه وبيحرمه من الوقت الكافي للدفاع. يلا نشوف طاقة فيشر الهائلة في الهجوم اللي بتتجلى في هذا الدور البديع. الأبيض فيشر، الأسود بريلنر، المسابقة نيويورك 1960 بافتتاح دفاع أليخين. يلا نشوف الدور. E4 نايت F6، ده دفاع أليخين، واللي اتلعب أول مرة سنة 1921 وفاز به أليخين على شتاينر. كانش حد يجرؤ انه يعبق الحصان في هذا المكان اللي هيتعرض بعده لعاصفة من الهجوم بالبيادق، والابيض هيستولى على الوسط بينما الحصان حائر بيهرب في ارجاء الرقعة. ولكن ليخن كان له نظرية: البيادق المتقدمة للابيض بعد ما تتثبت هتكون اهداف سهلة بالنسبة لهجوم الاسود. وعلى اي حال كمل الدور E5 نايت D5 D4 D6. لو الاسود ملعبش D6 ولعب مكانها نايت C6 هيخسر قطعة. تعال نشوف ازاي. C4 نايت B6 D5 نايت تيكس E5. طبعا لو ما خدش الـ E5 ولعب نايت B4 هيكمل C5 نايت تيكس D5 A3، ودلوقتي واحد من الحصانين لازم يغادر موقعه والابيض هيفوز بقطعة. واذا في الموقف ده ملعبش النايت D4 ولعب مكانها نايت تيكس E5 هيكمل C5 نايت C4 F4، وبرضو احد الحصانين لازم يغادر موقعه والابيض هيفوز بالحصان التاني. ولذلك في الموقف ده الاسود بيكمل D6 وبيكمل الدور C4. الابيض دايما بيهاجم الحصان الحائر، نايت B6 E تيكس D6 سي تيكس نايت C3 G6 بيشوب D3 بيشوب G7 نايت G2. الحصان بيتعبق على مربع E2 احسن ما يعبق على مربع F3 اللي بيسمح للفيل بالوصول لمربع G4 وربط الحصان على الوزير، وده ربط مؤلم. كمل الدور نايت C6 بيشوب E3 كاسل كاسل E5. نقلة جيدة من الاسود، والنقلات اللي زي دي بتحرر دور الاسود لازم تتلعب سواء كانت هتأدي الى فوز او هزيمة. D5 الابيض بيكمل بمطاردة الاحصنة، نايت E7 B3 الابيض بيحمي بيدق C4 وبيعفي الفيل من مهمة حمايته ويفرغه للمهام الاخرى. وكمل الدور نايت D7 نايت E4 نايت F5 بيشوب G5 عاوز الوزير. F6
بيشوب دي 2. الفيل بيتراجع، لكن دلوقتي التهديد هو جي 4 وروتة الحصان اللي حامي بيه ده دي 6. الاسود رد نايت سي 5. النقلة دي بتسمح للابيض ان يكسر الحصانين وهيحصل على بدأ سالك على دي 5. كان الافضل للاسود ان يلعب كوين سي 7 ويكمل التفريع بي 4 بي 6. والاسود صحيح في موقف مزدحم لكن يمكن الدفاع عنه، ولكن في الموقف ده الاسود لعب نايت سي 5 ودي نقلة مشكوك فيها. كمل الابيض نايت تيك سي 5 دي تيك سي 5 بيشوب تيك اف 5. الابيض بياخد الحصان اللي كان ممكن يعرقل البدء السالك من مربع دي 6، والنقلة دي نقلة جيدة رغم انها بتسمح للاسود بالاحتفاظ بميزة الفيلين. وكمل الدور بيشوب تيكس اف 5 اف 4، نقلة قوية. الابيض بيفتح عمود الاف ورد الاسود بي تيكس اف 4. لو الاسود ما خدش بيدا اف 4 ولعب نقلة زي اي 4، الابيض هيكمل نايت جي 3 طالب الفيل وطالب البيدا. ولو الاسود عاوز يحتفظ بامتياز الفيلين هيرجع بالفيل بيشوب دي 7 والابيض هياخد بيدق اي 4. الاسود بيكمل اف 5 بيهدد الحصان وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على الرخ اي 1، انما الحصان هيرجع لسي 3 وهيغلق الوتر امام الفيل. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل اي تيكس اف 4. كان الافضل للاسود بدل اي تيكس اف 4 ان يلعب كوين دي 6 ويحضر نفسه للعاصفة اللي هتحصل على مربع اي 5، انما الاسود كمل اي تيكس اف 4 وكمل الدور نايت تيكس اف 4 كوين دي 6. الوزير بيعرقل البيضة وبيمنعه من الحركة، لكن فيشر رد نقلة قوية ولعب نايت اتش 5. الحصان طالب الفيل، وطبعا لو الاسود اخذ الحصان ببيضة جي 6 الرخ هتاخد الفيل والاسود هيتحرم من ميزة الفيلين. لو حاول الاسود ان يفضل محتفظ بامتياز الفيلين ولعب بيشوب اتش 8 هيكمل نايت جي 3 طالب الفيل، والفيل لازم يتراجع. هيكمل ببيشوب اف 4 طالب الوزير، والوزير لازم يتراجع، وبيلعب روك اي 1 طالب الوزير، والوزير لازم يسيب العمود كوين جي 7 بيشوب دي 6 والفيل بيهاجم الرخ. ودلوقتي لو الاسود لعب اف 5 وبيهاجم رخ اي 1، الابيض هيكمل بيشوب تيكس اف 8 كوين تيكس اي 1 كوين تيكس بيشوب تيكس بيشوب تيكس سي 5، والابيض معاه بدا زياده وموقفه ممتاز وهيفوز. ولذلك الاسود اتخلى عن ميزه الفيلين ولعب روك اي اي 8. وكمل الابيض نايت تيكس جي 7 كينج تيكس جي 7 بيشوب اف 4. الفيل بيحاول يتخلص من عرقلة الوزير للبيضة السالك كوين دي 7 كوين دي 2. الوزير بيعمل بطارية مع الفيل وبيهدد ببيشوب اتش 6 ويفوز بالفرق، وفي نفس الوقت بيفتح الصف للرخين علشان الترابط. وكمل الدور روك اف 7 علشان ينقذ الفرق. وكمل الابيض بيشوب اتش 6 تشيك كينج جي 8 روك اي اي 1 روك اف اي 7 روك تيكس اي 7 كوين تيكس اي 7 اتش 3، ونقلة قوية. ورد الاسود كوين اي 4 كوين اف 2. الوزير الابيض بيهاجم بيدا سي 5 وفي نفس الوقت بيهدد بجي 4. لو الابيض بدل ما يلعب كوين اف 2 لعب جي 4 فورا، هيرد الاسود بيشوب تيكس جي 4 اتش تيكس جي 4 كوين تيكس جي 4 تشيك، والاسود هيكون عنده تعادل بالكش المتتالي. واذا حاول الابيض ان يفلت من الكش المتتالي ممكن يخسر، يعني مثلا ممكن يلعب كينج اتش 1 وبيرد الاسود بروك اي 2 والابيض عليه ان يضحي بالوزير والا هياخد كش مات. او مثلا لو لعب الابيض كينج اتش 2 الاسود هيكمل
بروك اي تو تشيك، وبرضه لازم يضحي بالوزير والا هياخد كش مات. ولذلك في الموقف ده الابيض لعب كوين اف تو، ودلوقتي بقى التهديد بالجي فور تهديد حقيقي. كمل الدور كوين اي 7 بيحمي بيدق سي 5، وهنا لعب الابيض جي فور بيهدد الفيل وعاوز يكسب بيدق اف 6. بيشوب دي 3 عاوز الرخ، روك دي 1 بيشوب اي 4 دي 6. فيشر بدأ يظهر القوة الكامنة في البيدق السالك، كوين اي 5 بيشوب اف 4، الفيل عاوز الوزير وبيدعم البيدق. كوين سي 3 دي نقلة سيئة، الاسود بيهاجم بيدق اتش 3. كان الاسود المفروض يقنع بخسارة بيدق ويلعب كوين اي 6 ويقبل التفريع كوين تيكس سي 5 بيشوب سي 6 كوين اف 2 كينج اف 7 كوين سي 2، والابيض طبعا افضل. لكن في الموقف ده الاسود كمل بكوين سي 3 ولعب الابيض دي 7، البيدق بيقترب جدا من مربع الترقية. روك جي 8 كوين اي 2 كوين اف 3، الاسود عرف ان مفيش فايدة في اخد بيدق اتش 3 عشان الابيض هيكمل كوين تيكس اي 4. ودلوقتي الاسود لما هياخد جي 4 بكش كينج اف 2 كوين تيكس دي 1 كوين اي 6 تشيك كينج جي 7. طبعا لو الملك راح لاف 8 هياخد تشيك ميت بالفيل من مربع اتش 6، ولذلك في الموقف ده الاسود بيلعب كينج جي 7 وبيرد الابيض بكوين اي 7 تشيك وبياخد الرخ والابيض بيفوز. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل كوين اف 3 وتم تكسير الوزيرين كوين تيكس اف 3 بيشوب تيكس اف 3 بيشوب سي 7 والاسود سلم. الحقيقه دور ممتاز لفيشر، ورانا فيه الاهميه والقوه الكامنه في البيدق السالك. وإلى اللقاء في الفيديو القادم مع دور رائع جديد.